الثنيان يحاول يعدي من جونيور ويعدي ايضا من فيصل سيف ويحاول نقل الكره جهه اليسار، لا يزال مسيطر يوسف الثنيان على الكره، وسط مراقبه من لاعب النصر تلعبري المسعري يلعبها تجاه يوسف الثنيان، يوسف بالكعب لسامي، سامي الحارثي يخلص كرته تعود ملعوبه لصالح نصيب المدافعين، كره ملعوبه لحسين المسعري، يوسف الثنيان يحاول يعدي يوسف من جونيور، يعدي بالفعل ولاحظ اليوم قله عطاء جونيور ولا ادري ما السبب، كره يعدي فيها تركي او يوسف يلعبها ليوسف ثنيان. يلعبها ليوسف ثنيان. أخيرا يوسف ثنيان يعدي من واحد ومن اثنين ويمشي وثلاثة. فهد يحاول يلعب كرة عرضية وتلعب خلفية جميلة من مهاجم الهلال يوسف ثنيان تنتهي لخارج الملعب بالعرض لي طارق العواضي ما يحصل يحصل اسود ثنيان بكعبه طارق العواضي اللي منطلق من جهه اساس انه بيحاول يخرج المنتخب السعودي ويسجل النتيجه فيه. يا سلام لعبه حلوه من يوسف ثنيان بيمر بكل براعه لعبها للامام تنقطع توصل يوسف ثنيان يا ولد عليك لعيب يعني لو ما وصلت لكنه لعيب لو ما وصلت هو لعيب كبير هذا يوسف تمياط تفوق للامام لثنيان حلوه يوسف للتيماوي ليوسف طب كرة دي حلوة بيلعبها راسا لحسين حسين الاثنين بيموه وبيمشي بيها وبتشد من الفل هنا وفي خطا في خطا على سالم سعيد يروح ترتاج لكن حصل على يوسف ثنيان كره مع يوسف عدي من واحد والثاني وماشي والثالث برد الكره مع يوسف يلعبها حلوه بين فهد وبين البيشي قطعها البيشي ويلعبها ثنيان ليوسف بصدره تبريره حلوه البيشي ويلعبها ثنيان ليوسف بصدره تبريره حلوه ثنيان يلعبها بالكعب لعبد الله البرقان وتطلع خالد يلعبها ليوسف ثنيان يوسف ثنيان راح في اليمين عدي يوسف ثنيان وماشي ماشي برضه الكره مع يوسف عدي وداخل يوسف كره خطره كره خطره وصوب ناحيه المرمى عبد الله الزعيه ثنيان ثنيان مفرد بالمرمى شوف المرمى يا سلام يا يعقوب وفي يد الحارس شيب بيانج دوك تاع يوسف ثنيان اتعبت كورة عرضية ولفها لف تقريبا واعطى فرصة لخالد مسعد او في خالد مسعد في منطقة الظهير الايسر يوسف ثنيان يعدي يعدي يوسف يعدي بتتعب معايا وبران ما شاء الله بتتعب معايا وبران شدها وبران يعدي ايضا من سامي حلوة يعقوب حلوة والله حلوة لعيب صعب لعيب ما شاء الله عليه صعب يوسف عبد الله لعب لعبد الله صالح لثنيان لعبد الله صالح متقدم ناحيه اليمين ومتقدم بحاول طويله وتقطع تروح ليوسف يا سلام يا سلام يا ابو يعقوب يا سلام العواضي مره ثانيه ليوسف ثنيان طارق العواضي يلعبها سهله ارضيه للبيشي يخلصها ترجع لثنيان يحاول يموت ثنيان ويعليها في يد الباز خارج الملعب يعدي منتصف الملعب لثنيان يوسف يوسف ثنيان يحصلها مرة ثانية ولسه كرة مع يوسف ثنيان يلعب